السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات بنفلت لتدريب الصيدلي، وهنستعرض فيها أهم أدوية موجودة في حرف البي كاملا. هنتناول خلال الحلقة دي عن الدواء بتركيزه، وإيه هي المادة الفعالة بتاعته، ودواعي الاستعمال، والجرعات، والبدائل بنفس المادة الفعالة. ولو أنت لسه جديد في القناة ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة ومش يفوتك أي حاجة خالص. أبرك لا. هنبتدي أول دواء معانا اسمه بنادول. ده بينزل بتركيز 500 مللي جرام. المادة الفعالة بتاعته اسمها باراستامول، وده دواعي الاستعمال بيكون مسكن للألم وخافض للحرارة، زائد ان هو بيكون مسكن آمن للحوامل. جرعته بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا الى قرص كل 6 ساعات يوميا، والبدائل بتاعته زي الباراستامول او البارامول او البيرال، والبنادول الاحمر بيكون زيه بالظبط لكن بيكون زايد عليه مادة الكافيين. يجي للدواء اللي بعديه وهو البيبزول. البيبزول ده بينزل تركيز 20 ملي جرام و40 ملي جرام. المادة الفعالة اسمها اوميبرازول، وده بيستخدم لعلاج قرحة المعدة للبيبتيك ألسر، وبيشتغل كبروتون بام انهبيتور، اتكلمنا عنه كتير قبل كده. جرعته بتكون قرص يوميا قبل الإفطار. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البيبون. ده بينزل منه التركيز العادي، ودي المادة الفعالة اسمها بامكن سيد اويل، وبينزل منه تركيز البلس، وده بيبقى بامكن سيد اويل وزنك وسو بالميتو اويل. ده بيستخدم لعلاج تضخم البروستات الحميد عند الرجال او التهابات البروستات عموما. جرعته بتكون من قرص الى قرصين يوميا، وبيكون تحت اشراف الطبيب المعالج. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البلافكس، وده بينزل بتركيز 75 ملي جرام. الماده الفعاله بتاعته اسمها كلوبيدو جريل، وده بيستخدم كدواء مضاد لحدوث الجلطات وليه العديد من الاستخدامات، وفي الغالب جرعته بتكون قرص مره واحده يوميا، لكن لازم يكون تحت اشراف الطبيب المعالج. البدائل بتاعته زي البلاتينور، زي البلافي دامول او البلافيكتونال او البلافي كارت، اي واحد من دول هينفع. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البليندل. ده بينزل بتركيز 2.5 و5 و10 ملي جرام. الماده الفعاله اسمها فيلوديبين، ودي بتستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم. الجرعه الاعتياديه بتاعتها بتكون قرص مره واحده يوميا، والتركيز بيحدد بواسطه الطبيب المعالج. طبعا البدائل بتاعته زي البلينتو بين. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البانتوجار. ده المادة الفعالة اسمها بنتوفينيت وكيراتين والسيستين وبار امينو بنزويك اسيد وفيتامين بي 1 ويست. دواعي الاستعمال ده بيستخدم كمكمل غذائي لعلاج تساقط الشعر، زائد ان هو بيعالج مشاكل الشعر. جرعته بتكون من حيث الكبار بيبقى كبسولة كل 8 ساعات يوميا، ومن حيث الاطفال بيبقى كبسولة كل 12 ساعة، ممكن يستخدموها كبسولة مرة واحدة يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الباور كابس. ده المادة الفعالة ايبوبروفين وسودوفيدرين. دواعي الاستعمال بيكون مسكن للألم، زائد انه خافض الحرارة ومضاد للبرد والانفلونزا. جرعته بتكون كبسولة كل 8 ساعات يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البروجست. ده المادة الفعالة اسمها بروجستيرون، وده بيستخدم لعلاج مشاكل عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء، لأنه بيحتوي على البروجستيرون اللازم لعملية التبويض، بالإضافة انه بيساعد على ارتخاء عضلات بطانة الرحم. جرعته بتكون قرص مره واحده يوميا، وبتكون تحت اشراف الطبيب المعالج. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البريكسيلين. ده الماده الفعاله اسمها نافتي دروفيوريل، وبيستخدم لتحسين الدوره الدمويه في المخ والاطراف. وجرعته بتكون قرص كل 12 ساعه الى قرص كل 8 ساعات يوميا، وبتكون تحت اشراف طبيب المخ والاعصاب. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البرولان. ده بينزل بتركيز 5 ملي جرام و7.5. الماده الفعاله اسمها ايفا برادين، وبيستخدم يعني بيقي من الزبحات الصدرية وبيعالج مشاكل القلب، وبجرعته بتكون 5 ملي جرام مرتين يوميا، وممكن تزيد لحد 7.5 ملي جرام مرتين يوميا، وطبعا بتكون تحت اشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البيكي ميرز، وده بينزل بتركيز 100 ملي جرام. المادة الفعالة اسمها امانتادين، ودواعي الاستعمال بيستخدم ان هو كمضاد لامراض اضطرابات الحركة زي شلل الرعاش، زائد ان هو اثبت فعالية في مضادته للفيروسات، فبيستخدم لعلاج والوقاية من الانفلونزا والعدوى. جرعته بتكون 100 ملي جرام مرة واحدة يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البنتال، وده بيكون بينزل بتركيز 400 ملي جرام. المادة الفعالة اسمها بنتوكزيفيلين، ودي بتستخدم لعلاج اضطرابات الدورة الدموية، زائد ان هو بيخفف الالام واعراض التعب والتشنج في الايدين والرجل. جرعته بتكون مرتين يوميا، لكن الافضل ان الطبيب المعالج هو اللي يكتب الجرعة طبعا. البدائل بتاعته زي البنتوكس 400 او البكزال 400. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البليتال، وده بينزل بتركيز 50 ملي جرام و100 ملي جرام. الماده الفعاله اسمها سايلوستازول، وده بيستخدم كماده تعمل على منع تقلط الدم وخاصه في الاطراف، زائد ان هو بيمنع تقلطات دمويه في الساق وكده. الجرعه الاعتياديه بتاعته بتكون مرتين يوميا، لكن بتكون تحت اشراف الطبيب المعالج. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البرد. ده بينزل بتركيز 10 ملي جرام و20 ملي جرام. المادة الفعالة اسمها رابيبرازول صوديوم، وده بيستخدم لعلاج قرحة المعدة والتهابات المعدة، وبيشتغل كبروتون بامب انهبيتور.
الجرعة الموصى بها هي 20 ملي جرام مرة واحدة يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البوتافين، ده بينزل بتركيز 25 ملي جرام و50 ملي جرام. المادة الفعالة اسمها ديكلوفيناك بوتاسيوم، وده بيكون مسكن للألم وخافض للحرارة، زائد ان هو مضاد للالتهاب. جرعته بتكون قرص كل 12 ساعة يوميا إلى قرص كل 8 ساعات يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البروتوفيكس، وده بينزل بتركيز 20 ملي جرام و40 ملي جرام. المادة الفعالة اسمها بانتوبرازول، وده بيبقى مضاد لقرحة المعدة وارتجاع المريء، وطبعا من نفس عائلة اللي هي ايه البروتون بامب انهبيتورز. جرعته بتكون من 20 ل 40 ملي جرام مرة واحدة يوميا، والبدائل بتاعته زي البانتازول، زي البانتولوك، زي البانتوميركن أو البانتوبي أو البانتوبرازول أو البيرلوك أو البيبتولوك أو البروتولوك، أي واحد من دول هينفع. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البريمبران، ده بينزل بتركيز 10 ملي جرام، والمادة الفعالة اسمها ميتوكلوبراميد، ده بيستخدم كمضاد للغثيان والقيء، وجرعته بتكون من نص قرص إلى قرص كل 8 ساعات يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البونستانفورد، وده بينزل بتركيز 500 ملي جرام، المادة الفعالة اسمها ميفيناميك أسيد، وده بيستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهابات، وجرعته بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا. البدائل بتاعته زي البوناجيك فورت أو البونو فورت. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البرايم روز بلس، وده بيبقى المادة الفعالة برايم روز أويل وفيتامين إي، وده بيكون مكمل غذائي للمحافظة على البشرة والشعر، وبعض الأحيان بيكون ليه تأثير مسكن. جرعته بتكون كبسولة واحدة من مرتين يوميا إلى 3 مرات يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو البروزاك، وده بينزل بتركيز 20 ملي جرام، المادة الفعالة اسمها فولوكسيتين، وده بيستخدم كمضاد للاكتئاب والقلق والوسواس القهري. جرعته بتكون قرص 20 ملي جرام، وبتكون تحت إشراف الطبيب المعالج. البدائل بتاعته زي الفيلوزاك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا، وبرضه تقول لنا رأيك في الكومنتات تحت، وإن شاء الله البي دي اف الخاص بحرف البي هينزله على قناة التليجرام، هتلاقي اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف، وكمان هتلاقي لينك جروب الصيدلية في جيبك برضه موجود في صندوق الوصف، عشان لو حبيت تسألنا عن حاجة أو تستفسر عن حاجة واقفة معاك، أو حبيت تفيد الناس برضه تشير فيديوهات مفيدة. والفيديو ده عشان أنا بسيط صيدلية أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.